مساء الفل والورد على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر والوطن العربي. أهلا بيكم في أولى حلقات برنامجكم تميز وإبداع في موسمه الأول. في البداية اسمحوا لي أشكر كل القائمين على هذا العمل بقناة الصحة والجمال، وأشكر الأستاذ محمد سعيد على جهده معايا أني أظهر على الشاشة بهذا الشكل وفي أحسن حال. أتمنى أكون مذيعة وضيفة خفيفة على قلبكم. هديكم نبذة مختصرة قوي عن برنامج تميز وإبداع. إن شاء الله هنتناول مع بعض الشخصيات الناجحة والرموز اللي بجد بدأت من الصفر ونجحت ومكملة لحد ما هتطلع معانا على الشاشة ومكملين مسيرة نجاحهم. أول لقاء هيبقى لينا النهاردة مع بعض في أول فقراتنا هيكون تغطية فعاليات مسابقة العباقرة 2020 بمبنى وزارة التضامن الاجتماعي التي عقدت أول أمس، وحضرها لفيف من مجموعة من الإعلاميين ومجموعة من القواد القائدين في الدولة، وعلى رأسهم اللواء أحمد ونيس والدكتورة نريمان حسن رئيسة المسابقة. وكان لي الشرف أني أكون مدير تنفيذي في هذه المسابقة، وحضرها أيضا العميد محمد يوسف والدكتور رضا تعيمة. هنخرج مع بعض في فاصل عن تقرير بعض اللقاءات لبعض المدربين اللي شاركوا معانا في المسابقة وكان ليهم دور كبير جدا في نجاح هذه المسابقة. نطلع التقرير ونشوفه مع بعض ونرجع مع بعض تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم من داخل اروقه وزاره التضامن الاجتماعي في تغطيه فعاليات مسابقه العباقره 2020، وذلك تحت رعايه المجلس الدولي العربي لحقوق الانسان. النهارده ان شاء الله طبعا هنستضيف الشخصيات المهمه والفعاله، سواء رعاه او منظمين او قائمين على هذه الفعاليات، وهنبتديها دلوقتي معانا بالراعي الذهبي للفعاليات الاستاذه شيماء الجزاوي. نرحب بيكي معانا. اهلا بيكي يا فندم. تسلمي، ميرسي. عايزين تعرف على التايتل بتاعك ونعرف دورك النهارده ايه في الفعاليات. تمام، انا اسمي استاذه شيماء محمد الجزاوي، دبلوم عام تربوي، دبلوم خاص صحه نفسيه، دبلوم مهدي قسم تربيه خاصه، استاذه تربيه خاصه تخصص تخاطب وتنميه مهارات. احنا النهارده راعي ذهبي للمسابقه اللي قائمه عليها الدكتوره مي منغني لليوسي ماس، برنامج اليوسي ماس. النهارده ان شاء الله هنطلع منهم مركز اول وثاني وثالت ان شاء الله، وهياخدوا الدروع بتاعتهم. فهي دي فعاليات النهارده الملتقى اللي احنا فيه ان شاء الله. طيب، من صميم تخصصك عايز اعرف ايه علاقه الحساب الذهني بالتخاطب؟ هل في علاقه مباشره بين الاثنين؟ اكيد طبعا. الحساب الذهني او اليو سي ماس يعتبر من البرامج المهمه جدا جدا لتنميه المهارات، وخصوصا المهارات العقليه والاجتماعيه. شكرا طبعا ليكي جدا، شكرا جزيلا على مشاركتك الفاعله والفعاله النهارده في المؤتمر، لان لولاكي ولولا الناس كتيره زيك رعاه افاضل ما كانش تم هذا المؤتمر وهذه الفعاليات. شكرا ليكي، شكرا جزيلا استاذه شيماء. ميرسي يا فندم، تسلمي، وان شاء الله معانا دايما في كل ايفنت. ميرسي، شكرا لكم والى لقاء اخر. وفي اطار فعاليات مسابقه العباقره 2020 من داخل رواق وزاره التضامن الاجتماعي تحت رعايه المجلس الدولي العربي لحقوق الانسان، اسمحوا لي نرحب بالراعي الفضي للفعاليه الاستاذ السيد عبد الفتاح. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، بنرحب بتواجد حضرتك معنا النهارده كراعي فضي. الشرف لي طبعا يا فندم ان احنا نراعي في مسابقه قيمه زي ديت، وكل ما يعني ما يهم التطور وتنميه مواهب الطفل. عايز اعرف دور حضرتك النهارده الفعال ايه في فعاليات هذه المسابقه؟ احنا النهارده مشتركين باسم مركز اي سي ماس بمدينه بلاد الدهليه كراعي فضي للمسابقه. بصفه عامه بنهتم بكل تنميه مواهب الطفل وقدراته الذهنيه عن طريق كل الرياضات الذهنيه الموجوده في مصر، ان كانت حساب ذهني بصفه خاصه او رياضات عامه للحساب الذهني في القاهره. طيب، عايزين نعرف ايه دور الام والاب؟ هل المؤسسه المجتمعيه الاولى وهي الاسره لها دور فعال في ان الطفل يكون عبقري او يقدر يعني ياخذ خطوه انه يدرس كورس الحساب الذهني؟ طبعا الاهتمام من البيت ده الاساس، ان هو هيطلع لنا طفل عبقري، او نقدر نقول الاستثمار في الابن. ازاي نستثمر في اولادنا في انهم نوجههم تبع الرياضات اللي هي تقدر
تديلهم ثقه اكتر بالنفس، وازاي تديهم فعاليه اكبر في حياتهم بصفه عامه كلها. حقيقي بشكر حضرتك شكرا جزيلا، لان لولا حضرتك ولولا ناس ثانيه كتيره من الرعاه الافاضل ما كانتش النهارده قامت مسابقه مهمه زي النهارده. شكرا لك يا فندم. شكرا لسيادتك، والى اللقاء اخر استنونا. وفي إطار فعاليات مسابقة العباقرة 2020 من داخل أروقة وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية المجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان، بنرحب دلوقتي بالدكتورة مروة العراقي. الدكتورة مروة العراقي مدربة حساب ذهني معتمد دوليا والأمين العام للمسابقة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، شرفتوني. تمام. عايزة أعرف دورك إيه النهاردة في المسابقة؟ أنا الأمين العام المنظم للمسابقة، مسابقة الحساب الذهني على مستوى جمهورية مصر العربية، وبشرف بالتنظيم العام على المسابقه. يعني عايزه اعرف منك اهميه الحساب الذهني بالنسبه للاطفال، يعني ايه اللي بيميز الطفل الواخد كورس حساب ذهني عن غيره من اقرانه من نفس عمره؟ فلسفه الحساب الذهني بتقوم على ان اعداد الطفل ذهنيا، وده بيعتمد اصلا على تنميه الذاكره البصريه عنده، وبلاس بقى كده ده بينمي الذاكره عند الطفل في مواد، مش بس في ماده الرياضيات، لان هي لو بتعتمد على العمليات الحسابيه يبقى ماده الرياضيات كافيه او مدرس الرياضيات هيكون كافي، لا هي بتعتمد على تنميه الذاكره البصريه، وبالتالي بتزيد نسبه الذكاء عند الطفل وبتنشط خلايا المخ عنده، فبالتالي بيكون الطفل اصلا اكثر استيعابا، وبتعالج تشتت الانتباه عند الاطفال وفرط الحركه، فطبيعي هي مفيده جدا له في حياته العمليه والمهنيه كمان في بعد كده. يعني هو برنامج اثرائي وعلاجي في نفس الوقت. طبعا بالتاكيد، على فكره يعني في اطفال بيبقى عندها تشتت انتباه او كده، بيبقى افضل علاج لهم كورس الحساب الذهني. شكرا ليكي، شكرا جزيلا، واكيد لا ننكر دورك الفعال والقوي النهارده في المسابقه. شكرا، شرفتونا، شرفتونا يا فندم. وبنكمل لقاءاتنا مع بعض عن فعاليات مسابقه العباقره 2020 من داخل مبنى وزاره التضامن مع مدربين الحساب الذهني. ومعانا سياده العميد محمد يوسف، اهلا بحضرتك النهارده. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. عايز اعرف من حضرتك النهارده ايه رايك في الفعاليات الخاصه باليوم؟ طب خلينا بس نبتدي ونقول ان احنا النهارده الحمد لله موجودين في يوم من اجمل واحلى ذكريات مصر، الذكرى 68 لثوره 23 يوليو اللي قام بيها الضباط الاحرار، شباب الضباط الاحرار، علشان يحرروا الاراده والقرار المصري مره ثانيه من العبوديه اللي استمرت فتره طويله، وحررت مصر من الاحتلال الانجليزي اللي دام يمكن اكثر من 74 سنه وانتهى بجلاء الانجليز من مصر. بالنسبة للفعاليات بتاعت النهاردة، هي طبعا فعاليات جميلة جدا أقيمت في جو أسري رائع، أجريت اختبارات كتيرة لأولادنا الصغيرين، وما شاء الله عليهم بالفعل كانوا نموذج حي للعبقرية، وبنهاية الحفل تم تكريم كل الشباب الجميل الصغير ده اللي إن شاء الله قريبا هنلاقي منهم الوزير، وهنلاقي منهم رئيس الوزراء، ويمكن كمان رئيس الجمهورية. نتمنى دايما لمصر الخير، وان الولاد دايما يكونوا نواه طيبه لبلادهم زي النواه اللي عندنا هنا في مصر بالظبط. باذن الله سياده العميد، وبشكر حضرتك بوجودك معانا النهارده وتدعيمك وتشجيعك للاطفال، واتمنى ان شاء الله ان المبادره بتاعه النهارده باذن الله يكون ليها دوره اخرى باذن الله. شكرا لكم. ومن ضمن فعاليات مسابقة العباقرة 2020 تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان، كان معنا هذا اللقاء. نتعرف بحضرتك؟ دكتور محسن بغدادي. حضرتك دورك النهاردة إيه في فعاليات هذه المسابقة؟ النهاردة كنت الراعي الرسمي للبطولة الحمد لله رب العالمين، ومدرب برضو عن مجموعة من الأولاد اللي شاركوا في البطولة بفضل الله النهاردة. رأي حضرتك ايه في دور اولياء الامور في توجيه اطفالهم لان هم ياخدوا كورس الحساب الذهني، او ان هم يكتشفوا بصفه عامه وجود طفل عبقري في البيت عندهم؟ هو دور ولي الامر طبعا دور مهم جدا جدا، هو الاساس، وهو اللي بيدعم الطفل، وهو اللي بيدفعه ان هو يكون عبقري، وان هو يكون نابغه، يظهر بظهور لائق وطيب. لو ولي الامر تعامل مع الامر بسوء تعامل، يعني ممكن ينعكس يعني الامر وياتي بالسلب، بدل ما هو بيطوره يجي ايه ياتي بالسلب ويكون ضعيف في القدرات. فتنميه الطفل دايما بنحسه وندفعه للامام، نبعد عنه الاشارات السلبيه، بلاش انت وحش او انت كنت ضعيف او انت، لا يديله اشارات ايجابيه تدفعه للامام دائما حتى يكون
نموذج طيب ورائع يمثل البلد ويشرف بلده ويشرف والده ووالدته ويشرفنا احنا كمديرين او اصحاب مراكز، وكمان يرفع راس البطوله الجميله الرائعه اللي كانت النهارده ان شاء الله رب العالمين. شكرا لكم، شكرا جزيلا، والى لقاء اخر. وفي إطار فعاليات مسابقة العباقرة 2020 تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان، كان لنا هذا اللقاء. رشا أحمد رمضان، محمد زهران. دور حضرتك ايه النهارده فعاليات المسابقة؟ مدرب معتمد للحساب الذهني لمسابقة العباقرة 2020. تمام، رأي حضرتك ايه في اتجاه الناس مؤخرا للحساب الذهني؟ زمان الناس ما كانش عندها الوعي الكافي ده، ايه اللي خلى الاسر، وانا بتكلم على الاسره لان الاسره هي يعني المؤسسه المجتمعيه الاولى لتنشئه الفرد، ايه اللي خلى الناس ما عندها الوعي ده؟ هل ده نتيجه اعلانات على السوشيال، ولا اولياء الامور نفسهم زاد عندهم الوعي، ولا ايه القصه بالظبط؟ لا، هي اعلانات على السوشيال، هي لان هي الحساب الذهني لسه هو ظاهر حديثا، تمام، وطبعا ده بينمي قدرات الطفل وبيخلي الطفل عبقري، مستواه الذهني خارق جدا، ان هو يحسب عمليات حسابيه ممكن يوصل ل 300 مساله في 8 دقائق، وبالتدريج لو هو ركز اكتر واكتر على السرعه ان هو بيوصل ان هو يحسبهم في دقيقتين ثلاثه. شكرا لك، شكرا جزيلا، نورتينا. وفي اطار فعاليات مسابقه العباقره 2020 بنرحب النهارده معايا بالمهندسه سمر عبد السلام المنسق العام للمسابقه. اهلا بحضرتك، نورونا. تنورك الله، ما تحرمش مني. عايزه اعرف النهارده دورك ايه النهارده في المسابقه، يعني ايه منسق عام المسابقه، ايه الاعباء اللي بتقع عليك النهارده في فعاليات اليوم النهارده؟ اولا سمر عبد السلام، مهندسه اتصالات والكترونيات، مدربه حساب ذهني معتمد دولي. النهارده كان دوري في المسابقه ان انا كنت منسق عام وواضع الامتحانات، كنت قمت بدور وضعت كل الامتحانات جميع المراحل الاولى والثانيه والثالثه، والحمد لله كانت الامتحانات جميله جدا، والاطفال ما شاء الله يعني حلوا باجتياز وفي الوقت قصير جدا الحمد لله. عايزين نعرف فتره التدريب بعد الاجازه الطويله، هل فيها صعوبه ان احنا نرجع الطفل تاني ينزل تدريب بعد فتره الاجازه دي؟ والله في الاول كان الامر صعب، بس بصراحه يعني الحمد لله ما شاء الله يا رب تبارك الله الاطفال اللي كانوا معايا يعني دايما بدانا اول حاجه اونلاين عن بعد، والامهات ساعدتني في ده بصراحه، وبعدين بقى اتجمعنا مع بعض بعد فك الحظر طبعا، وبدانا نتمرن، وما شاء الله تبارك الله الاطفال اللي بقوا بيشتغلوا معايا ابيكاس في حوالي 6 دقائق، بيشتغلوا معايا منتال في 5 دقائق، يعني الحمد لله يعني ربنا يبارك، وان شاء الله ان شاء الله اتمنى ان شاء الله اطفالي اللي معايا ياخدوا مركز اول باذن الله. شكرا لكم مشاهدينا، كانت معاكم نور العقاد، الى اللقاء. وفي إطار فعاليات مسابقة العباقرة 2020 تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان، كان لنا هذا اللقاء مع دينامو فعاليات اليوم الحقيقي دكتورة الجميلة مي المرغني. أهلا بك. أهلا بك دكتورة نور، وسعيدة جدا أنت مشرفاني النهاردة وتغطية شاملة لليوم. عارفين طبعا النهارده كان في ترتيبات كتيره جدا جدا وخطوات وحاجات عملتوها، عايزه اعرف ايه يعني ايه رايك في المنظور او رايك العام في اللي حصل النهارده والترتيبات اللي انتوا عملتوها، واليوم طلع ازاي؟ هل زي ما انت نفسك يطلع ولا اقل من المتوقع؟ الحمد لله رب العالمين، كنا حاطين كل الترتيبات وكل الاهداف وكل المحاور علشان نمشي على اساسها ويكون اليوم مظبوط بدون اي عواقب تكون موجوده في اليوم، والحمد لله اليوم خرج على اكمل وجه الحمد لله، طبعا بفضل ربنا وبفضل الرعاة اللي معانا وبفضل طبعا دكتورة نريمان حسن رئيس المسابقة. طيب ايه الاحتياطات الوقائية بقى والصحية اللي خدناها النهاردة عشان نتغلب على جائحة كورونا وفي نفس الوقت يبقى في حضور كثيف زي ما انا شايفة النهاردة؟ في البداية طبعا أنا كنت حريصة جدا على الإشراف على التعقيم والتطهير بنفسي، وكل طفل يكون حاضر بالكمامة بتاعته بالكحول بتاعه، كل الاحتياطات دي كلنا أنا والمشرفين اللي معايا وطبعا الكنترول والمصححين وكل دول كنا حريصين جدا إن لازم يكون في احتياطات آمنة واحترازية في ظل كورونا عشان نتفادى أي حاجة بإذن الله. دكتورة مي والحقيقة نورتينا، وبإذن الله من نجاح لنجاح وقبال كل سنة يا رب العالمين. أشكرك، واسمحي لي أقدم لك الدرع ده بجد عن تغطيتك النهاردة جميلة للمؤتمر. جدا جدا، وعقبال كل سنه ان شاء الله. ان شاء الله، الف شكر ليكي. شكرا لكم مشاهدينا، وباذن الله باذن الله نلتقي بقى في مؤتمر
مع كل بقى القيادات والرعاة الأفاضل اللي شرفونا النهاردة. كانت معكم نور العقاد، إلى اللقاء. ورجعنا لكم بعد التقرير ومعانا مداخلة تليفونية من سيادة اللواء أحمد ونيس رئيس معهد المخابرات الأسبق. أهلا بحضرتك معانا سيادة اللواء، مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك وبسادة ضيوفك في الحلقة الجميلة اللي بدايتها النهاردة إن شاء الله، وتكون موفقة وحاجة جميلة إن شاء الله. اهلا بحضرتك معانا، وعايزه اسال حضرتك ايه راي حضرتك في فعاليات مسابقه العباقره في الحساب الذهني التي عقدت اول امس بوزاره التضامن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يمكن دايما احب اشجع المبادرات القويه الجميله اللي هي بتعيد مره اخرى الاذهان الى دورها الحقيقي، وهو تنميه مهاره طفل عبقري بكتشفه. ده بيدينا انطباع ان احنا ماشيين في مبادره قويه جدا. المبادره دي سبقنا بيها اليابان لما وقفوا في بعض المدارس وبعض الاماكن اللي عدم استخدام الاله الحاسبه واستخدام الكمبيوتر في الحسابات او خلافه، ودليل ان هم عايزين يرجعوا الذهن البشري مره اخرى حتى يفكر حتى يعطي. ومبادره حضرتك دكتوره مي مبادره صائبه، مبادرة هترجعنا مرة تانية لاكتشاف عناصر العباقرة ونعيد عصر الذهبي لجمهورية مصر العربية في ظل القيادة الرشيدة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطبعا أنا كنت حاضر من ضمن لجنة التحكيم العادلة، وكان موجود معنا الدكتور رضا طعيمة واللواء خالد أبو هاب واللواء محمد يوسف، وطبعا دينامو الفعاليات الشاقه الجميله كانت رئيس المؤتمر دكتوره نريمان حسن، وحضرتك كنت دايره الفاعليه بامانه، دايره فاعليه بالحفاظ على معنويات الاطفال وخاصه اللي تحصلوا على المركز الثاني. وانا يمكن يذكرني حته كده الدكتوره نريمان لما لقت ان رقم 2 متضايقين شويه، وده حقيقي عشان برضو الاطفال اللي بيسمعونا دلوقتي والاسر. هي كده ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال وقل ربي زدني علما، فقل ربي زدني علما بمقداره هو بتقديره هو، فبالتالي لابد ان يكون هناك ترتيب وطبق اول وثاني وثالث، انما الثاني عبقري والثالث عبقري، وان شاء الله ينشط ويبقى زي الفل. ودعتهم للقاء جميل من خلال معهدها ان هي ياخدوها يروحوا معاهم رحله لعابدين. دكتوره مي الحقيقه انا بأثني كل الثناء على هذه الفكره. ليه؟ لاني قلت ان احنا بنحاول نعيد الاذهان مره اخرى الى عملها الحقيقي، وهي التفكير وهي العبقريه، حتى يكون لدينا العلماء، حتى يكون لدينا الدكاتره المهره، الكتاب المرموقين في كافة المجالات، الفن والثقافة، وحتى هنستفيد بيهم في القوات المسلحة، هنستفيد بيهم في الشرطة، هنستفيد بيهم في كافة مناحي الدولة. وأؤكد مرة أخرى ده اللي بيرعاه السيد رئيس. شكرا لحضرتك سيادة اللواء، بشكر حضرتك على وجودك معانا في فعاليات مثل هذه المسابقة، وإن شاء الله يكون لنا أدوار تانية بإذن الله ودورات تانية مثل هذه الفعاليات. اسمحوا لي اعزائي المشاهدين ارحب بضيوفي معايا في الاستوديو دلوقتي، الدكتوره عبير الامحاوي دكتوراه في التخاطب وتنميه المهارات، والطالب نور وائل. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك يوز، اهلا بيك وبالساده المشاهدين، رحب بحضرتك. تمام. خليني اتكلم معاكي الاول، ايه دورك في مسابقه العباقره 2020 في الحساب الذهني؟ انا كنت منسق عام في كنترول، مسؤوله عن تقييم الاطفال وعن المراقبه عليهم واصدار الاوائل المراكز كمان للاطفال. والحمد لله كنا فريق كامل، انا واستاذه مروه واستاذه شيماء الجزاوي دكتوره نشوه، كنا فريق ايد واحده يعني الحمد لله، كان طلعنا بمنظر حلو الحمد لله، الاولاد كلهم كانوا مبسوطين الحمد لله. طيب خليني اقول لك بقى ايه علاقه التخاطب وتنميه المهارات بالحساب الذهني؟ طبعا الحساب الذهني بينمي قدرات الطفل، بيديله ثقه في النفس، بيديله اعتماد على نفسه،
ان هو طبعا بيخليني. بشكر الطالب نور وائل عن وجوده معانا النهارده، حاصل على مركز اول جمهوريه في مسابقه الحساب الذهني 2020. شكرا ليك يا نور. شكرا لحضرتكم والسادة المشاهدين. اهلا بيك يا حبيبي، ببارك لك على وجودك وحصولك على المركز الاول في مسابقه الحساب الذهني 2020. قول لي انت ذاكرت ازاي او ايه الترتيبات اللي عملتها عشان تطلع مركز اول؟ مامتي منعت عليا الكرتون شويه وكنت قاعده اذاكر كتير. تمام، بنشكر مامة نور جدا وبنشكر بابا اللي اشتغلوا عليه كويس جدا. اتمنى اكون ضيفه خفيفه على قلبكم، واتمنى اكون قدمت فعاليات مسابقه العباقره بشكل كويس، وان شاء الله نلتقي في الحلقات القادمه باذن الله. شكرا لكم والى اللقاء.